السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد قرار الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بغلق المنصب المراقب بالجنة بمعتمدية عقارب أو ما بات يعرف بمنصب الموت، وبعد وصف الرئيس سعيد لما يحصل من تراكم للفضلات ببلدية صفاقس بالسياسة الممنهجة للتنكيل بالشعب، متوعدا بأخذ الإجراءات اللازمة ووضع حد لما أسماه بالإجرام، نسأل: لماذا تعجز الهياكل المحلية والجهوية عن وضع حد لمأساة بيئية متواصلة منذ سنوات عدة وإيجاد بديل لها رغم التنبيهات المتكررة والوقفات الاحتجاجية لنشطاء المجتمع المدني، ورغم وجود قرارات بلدية وجهوية بالغلق منذ 18 و2000؟ هل يخطط الرئيس سعيد لحل المجالس البلدية وتسليمها قرباناً لتنسيقيات حملته التفسيرية واستكمالاً لما بدأها في 25 من جويلية من تجميد للبرلمان وبعض الهيئات الوطنية؟ ألقاكم بعد الجينريك. مرحبا مشاهدينا في حلقة جديدة من حصاد 24، أزمة النفايات بصفاقس. هل هي عجز بلدي وجهوي أم مقدمة لحل البلديات وتنصيب التنسيقيات؟ نتشرف أن يكون معنا في هذه الحلقة عبر سكايب الأستاذة آمنة أبو عزيز كريشان رئيسة بلدية جرمدة، والأستاذ البشير اليوسفي الناشط السياسي المختص في الحكم المحلي، ويلتحق بنا ننتظر يلتحق بنا الأستاذ فؤاد بن الأشهب عبر الهاتف رئيس بلدية عقارب، وسيكون معنا في الجزء الثاني من هذه الحلقة الأستاذ عبد الوهاب معتر الناشط السياسي والأستاذ الجامعي. مرحبا ضيوفنا، يا أهلا وسهلا بكم. قبل بداية النقاش نذهب لنشاهد تقرير ثم لنعود. فضلات متراكمة في كل الجهات وأكياس القمامة تغزو جل الفضاءات، وربما تغنينا هذه المشاهد عن توصيف الوضع البيئي في ولاية صفاقس بعد أن قررت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات غلق المصب المراقب الجنة بمعتمدية عقارب منذ يوم 27 من سبتمبر الماضي دون تنسيق أو أعلام بلديات الولاية بهذا الإجراء، حسب ما ذكر رؤساء البلديات في بيان مشترك لهم. الأمر الذي تسبب في اضطراب عملية رفع الفضلات المنزلية ليتكدس حوالي 2400 طن من الفضلات في شوارع عاصمة الجنوب. ويعد المصب المراقب الجنة ثاني أكبر مصب في تونس، يقع وسط منطقة طبيعية لكن لا تتم إدارته بطريقة جيدة، مما تسبب في إطلاق الغازات والروائح التي تؤثر على نوعية الحياة وصحة السكان. واعتبرت البلديات في بيان لهم أن هذا القرار يعد كارثة بيئية تهدد الولاية، وكانوا قد طالبوا بالتدخل العاجل للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لإحداث خانات جديدة في مصب عقارب أو البحث عن مكان آخر، في انتظار أن تلتزم الوكالة بتعهداتها وتقوم بوحدة معالجة وتثمين. وكان مصب الجنة بعقارب مبرمجا للغلق موفى ديسمبر القادم، لكن الخانات امتلأت فتم إغلاقه قبل الموعد المقرر، ومن ثم تم منع الشاحنات البلدية من إفراغ حمولتها من طرف المجتمع المدني بالجهة، مما تمخض عنه تراكم الفضلات بكامل أرجاء المنطقة البلدية وتدهور الوضع البيئي. وللإشارة، فقد تم في سنة 19 و2000 تقديم شكوى مواطنية بمبادرة من حركة منيش مصب ضد الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والديوان الوطني للتطهير الذي يقوم بتصريف مياه الصرف الصحي أيضا في المحمية الطبيعية ووزارة البيئة وإحدى الشركات التي تدير المصب تنفيذيا، وهذا انتهاك للبيئة والحق الدستوري في بيئة صحية وفقا للمادة 45 من الدستور.
ورغم تأكيد الوزارة على أنه يجرى التنسيق مع صولة الجهوية ورؤساء بلديات صفاقس لإعداد برنامج يهدف إلى تجميع النفايات المتراكمة بالمناطق السكنية، إلا أن التساؤل يبقى قائما: من يتحمل مسؤوليات هذه المعضلة البيئية؟ هل يعود ذلك إلى عجز البلديات عن إيجاد حلول لمشاكل المواطن، أم أن الأمر يتعداها ويعود أساسا إلى تقصير من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات؟ مرحبا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن على المباشر في برنامج حصاد 24. موضوع حلقتنا لهذه الليلة يتعلق بالمصبات العشوائية، موضوع ليس بالجديد، الكل يعرف الأزمات التي أثارتها جملة المصبات، الكل يتذكر مصب تالب العشوائي بجزيرة جربة، مصبات برج شكير بولاية بن عروس، ومصب سيد حسين. اليوم المسألة ليست بالهينة وأحدثت يعني أزمة كبيرة، وربما إن شاء الله ما تكونش عندها عواقب صحية كبيرة جدا، فيما يتعلق بمصب الجنة بمعتمدية عقارب بولاية صفاقس. ربما هذا المصب وهذه المشكلة لم تكن لتأخذ حظها الإعلامي لسف شديد لولا تصريح السيد رئيس الجمهورية منذ أيام قليلة ووصفه لما يحدث في صفاقس من تراكم للفضلات ببلديات صفاقس، باعتبار أن هذا المصب قد أخذت الهيئة الوطنية عفوا الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات قرارا بغلق هذا المصب، وبالتالي عجزت 22 بلدية من جملة 23 بطبيعة الحال إذا استثنينا بلدية قرقنا باعتبارها تملك مصبا خاصا بها، 22 بلدية في صفاقس عاجزين عن رفع فضلاتهم اللي كانوا يلقوها في مصب الجنة بمعتمدية عقارب. كما قلت منذ قليل السعداء هذه الليلة أن يحضر معنا رئيس بلدية عقارب أستاذ فؤاد بلشب. وأستاذ فؤاد مرحبا. أستاذ فؤاد بلشب بالهاتف المنتظر يأخذ الحضور المتابعين، شكرا على الاستضافة. يا أهلا وسهلا أستاذ فؤاد بلشب بالهاتف. معنا كذلك عبر سكايب أستاذة آمنة أبو عزيز كريشان، يا أهلا وسهلا رئيس بلدية جرمدة. مرحبا بك. ومعنا كذلك عبر سكايب الأستاذ البشير اليوسفي الناشط السياسي المتخصص في الحكم المحلي، وسوف يكون معنا كما قلت بعد قليل أستاذنا عبد الوهاب المعطر الناشط السياسي وأستاذ الجامعي. أستاذ فؤاد، بوصفكم رئيس بلدية عقارب حيث يوجد مصب الجنة، لو تضعنا في الإطار غضب والأزمة التي يعانيها أهالي العقارب في الإثار، ماذا يحدث تفصيلا أستاذنا؟ مع الشكر لكم جميعا، جدد التحية لجميع السادة الحضور والسادة المتابعين. في الحقيقة هذا الإشكال البيئي يعود إلى أساسا انعدام المصداقية والشفافية، هذه يمكن الأساس الكبير للإشكال الذي يتنزل في إطار الإشكال هذا. المصب هذا تم أحداثه منذ سنة 2008 على أساس أنه سيمتد لمدة 5 سنوات. نعم. ما رأينا إلا أنه هذا المصب، نعرف الصوت واضح، هل أن صوتي نعم. واضح أم لا؟ أحدث لمدة 5 سنوات فقط. لمدة 5 سنوات منذ سنة 2008، يعني كان مبرمج أنه تم انتهاء استغلال هذا المصب سنة 2013. ما رأينا إلا أن تم تجديد استغلال المصب. الكيفية التي تم بمقتضاها التجديد لا نعلمها، معلوم أنه حسب القانون الأساسي للبلديات لسنة 75 القانون القديم كان فيه استشارة للمجلس البلدية، في 2013 كانت هناك نيابة خصوصية، لم يتم عرض هذا الموضوع موضوع التمديد على المجلس البلدي. في سنة 2021 وتحديدا في شهر سبتمبر 2021 فوجئنا بالتوقف الفجئي للمصب، لاستغلال المصب، وبرجوعنا للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عبروا عن أن هذا المصب قد استوفى طاقة الاستيعاب به، يعني جميع الخانات الموجودة قد انتهت. وللتذكير أنه تم إبرام اتفاقية في
29 أوت 2020 تم الاتفاق من خلالها على أنه الأجل الأخير لاستغلال المصب المراقب بيقولنا هو 31 ديسمبر 2021. يعني البلدية والمجتمع المدني والبلدية في ولاية فقط كل على علم أنه الأجل الأخير لاستغلال المصب هو موفى السنة الجارية. ما رأنا إلا وأنه هذا المصب أغلق من طرف الوكالة نظرا لأنه قد استوفى جميع الخانات الموجودة به، وطلب الوكالة هو إحداث خانة جديدة. تعرف أنه بالنسبة للفصل 240 من مجلة الجماعات المحلية يحمل على عاتق المجلس البلدي إحداث مرافق عمومية للبلدية، وخاصة النقطة اللي تهمنا في حديث اليوم هو تجميع الفضلات المنزلية والمشابهة لها على معنى قانون 5 أبريل 2016 وفرد هذه الفضلات ورفعها إلى المصابة المراقبة. أستاذ فؤاد أرجو أن تكون في الاستماع قبل أن نستطرد في الحديث ونفهم أكثر. كيف نفهم يعني من جهة تؤكد على أن المصب عند إحداثه سنة 2008 كان مقررا له أن يدوم 5 سنوات، وتقول أن وقع تجديده هذا المصب يعني دون الرجوع للمجالس البلدية، ومن جهة ثانية تتحدث عن قرار فجئي. هل أنت عملية هل أنت مع هذا القرار أم ضده؟ نحن باش نكونوا على نفس نكونوا على مبدا في 2019 اتخذ المجلس البلدي قرارا في غلق هذا المصب اللي هو يعتبر كارثه بيئيه في عقارب. تعرف انه سكان مدينه عقارب تو قرابه 15 سنه وهم يعانوا من هذا المصب من روائح والانبعاثات الغازيه الجاريه خاصه في فصل الصيف، واكبر دليل على ذلك الارتفاع الكثير للامراض. وانا معناها في شخصي في عائلتي حسيت بالفرق الشاسع بين أن تسكن وسط مدينة عقارب أو في الأحواز والأرياف، وصراحة يعني روائح كريهة جدا، رغم أنه تم محاولة من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في ما يسمى باستخراج الغاز ديغازاج، ومعناها باش طيب أستاذنا فؤاد المواطنين وما تنبعثش، لكن ما رأنا إلا تتواصل هذه الأضرار ويتواصل استغلال المصب دون الرجوع إلى المجلس البلدي. طيب. والمواطنين والمجتمع المدني أنا ذاق ذرعا بهذا الوضع، إلى متى سيتحمل مثل هذا الوضع البيئي المتردي؟ وكان اتخذنا قرار في سنة 2019 تحديدا في شهر سبتمبر بغلق هذا المصب، والآن محل طعن أمام الجهات القضائية المختصة. وبالنسبة للسنة هذه كيف البلديات لم تتوقف كما هو مشاع أو كما هو منتشر لدى الأوساط، يمكن لدى بعض الناس اللي مش ملمة بالموضوع، البلديات لم تتوقف على رفع الفضلات، وإنما تم الإعلان من طرف الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بغلق المصب نظرا لاستيفاء جميع الخانات المخصصة لقبول النفايات. طيب. هذه الحقيقة الأولى. أستاذ أنه نعم سنواصل النقاش، خلينا نكون على نفس الوتيرة. أنت تؤكد على المباشر أن مجلسكم البلدي وأنت بوصفكم أنتم بوصفكم رئيس لهذا المجلس اتخذتم قرارا في سبتمبر 19/2000 بغلق هذا المصب، وتم الاتفاق، وأنت تلوم على الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات قرارها المفاجئ كما وصفته بغلق هذا المصب. عفوا الصوت غير واضح، الصوت غير واضح. يعني أنتم تفاجأتم، هل تسمعني؟ الصوت غير واضح. عفوا. طيب ارجو يتم معالجه الصوت مع استاذنا فؤاد. دعني انقل السؤال للاستاذه بوعزيز. اهلا وسهلا. شكرا. مرحبا، تحيه طيبه لكم. مرحبا. شكرا. انت رئيس بلديه جرمده، انت من رئيس البلديات المتضرره من الغلق المصب من قبل الوكاله الوطنيه للتصرف في النفايات. 22 بلديه أصبحت وأمست ما لقيتش وين تصب الفضلات نتاعها. ذكر زميلك أستاذ بلاشب أنه وقع اتفاق سابقا على أنه آخر أجل لاستعمال واستغلال هذا المصب سوف يكون 31 ديسمبر 2021، شهرين فقط. سؤال المباشر، أنتم بعد شهرين كنتم محضرين البديل أم لا؟ ونجوع على العواقب، تفضل. شكرا. اولا هو احنا البلديات الكل نتاع صفاقس متضرره، مش كان بلديه قرمده، كلنا متضررين من اغلاق المصب.
ثاني شيء هو احنا كيف طالبنا اولا بديل، معناتها حل بديل للمصب الجهوي قلنا بسباقس، معناتها يلزم فما حل اخر، خاطر احنا نعرفوا الناس الكل كما قال زميلي سي فؤاد انه المصب هذايا عنده مده معينه، وكان بالفعل يعني على وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات انها تحضر البديل للمصب هذايا. الا احنا تفاجئنا بالفعل انه من عمناول كما قال سي فؤاد انه من عمناول وقع التأجيل على اساس انه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات انها مش تقدم في الدراسات في مركز التثمين، يعني مصنع التثمين اللي الموقع نتاعو في ضيعة زروق والقاو الأرض وغيره. احنا كنا ننتظروا انه في العام هذا على الاقل تصير افونسمون، تصير ثم يعني دراسات. وكيف كيف معناتها احنا عندنا عامين يعني قمنا بعدة جلسات في الولاية تحت اشراف الوالي، وزاد كيف كيف مع مسؤولين من لونجيت كيما ذكرنا تويكا فيما يخص المجتمع المدني تاع عقارب، راهو تحرك مش كي تجي تو، راهو تحرك من قبل، من 2018 هو يتحرك. دونك كيف تحرك المجتمع المدني، كيف احنا في منطقة صفاقس كرؤساء بلديات كزيد صوت جهوية عملنا عدة جلسات موثقة في الولاية مسؤولين كل مسؤولين بتاع لونجيت وكل شيء وجاو، وعملنا معهم عدة جلسات باش انه شنو البديل. كان بالفعل معناتها هذا الاقتراح البديل هو مصنع تخمين النفايات في ضيعة زروق، وكانوا يعني هم قال لك مش نعمل الدراسات هذيك لافونسمون على الاقل في هالعامين هذوما، يكون بعد العامين هذا يكون على الاقل ثم حاجه حاضره. الا انه تفاجئنا بالفعل، معناتها اولا تفاجئنا غلق المصب الفشكي من طرف الوكاله الوطنيه للتصرف في النفايات، راهو نهار 27 سبتمبر اللي سكر المصب هي لونجيت مش المجتمع المدني، باش نكونوا واضحين. معناتها اولا هي اللي سكر فشكي وما علمت الكل، وخلتنا يعني امام الفضلات وامام مواجهه مباشره مع المواطن وغيره، والفضلات في كل مكان وما لقيناش وين نرفعوها وين مش نزلوا. هذه من ناحيه، ومن ناحيه اخرى هي بيدها ما قدمتش البديل. هذا علاش معناتها بالنسبه احنا يعني احنا قمنا بمراسلات رؤساء البلدية من بين بلدية كرمدا، قمنا بمراسلة رئيس الحكومة لوزيرة البيئة المشكل الكارثي اللي موجود في المنطقة في صفاقس، هو البديل يلزم حل آني، معناتها خاطر فعلا احنا في كارثة كبيرة برشا، حل تو معناتها تو يلزم نلقاو حل. طيب استاذ هذا هو يعني اسمح لي نسألك وناخذ موقع سائل مواطن من عقارب كما ذكر منذ قليل أستاذنا فؤاد. المجتمع المدني تحرك منذ 2018، نعرف أن كل مصب عنده عمر افتراضي محدود كان 5 سنوات، اليوم أكثر من طاقته، مع العلم أن هذا المصب مجعول فقط لإلقاء الفضلات ما فيهش تثمين، وبالتالي ثم للأسف الشديد أهالي عقارب ذاقوا ذرعا بهذا المصب، روائح كريهه، ناس فدت. التونسي يقول لك باسطه، يا اختي يا اخي يقول لك انتم في صفاقس، ومع كامل احترامنا هذا مواطن في عقارب يقول انت في صفاقس تلقي في المشكل على المواطن في عقارب، وتعرف انه لجان قد طبطه وجلسات وياجل اليوم، يقول لك هات نوقفوا هالنزيف هذا في عقارب وجدوا حل اخر، كيفاش تجاوبوه انتم؟ بالفعل هذا هو يعني احنا كما قلت معناتها احنا خلينا بلين نزيد نفسروا اكثر بالنسبه لدور البلديات شنو هو في هالحلقه كامله. دور البلديات هي رفع الفضلات وحملها الى مراكز التحويل. كل فما 3-4 بلديات تلقى عندهم مركز تحويل، كما احنا مثلا احنا وبلديه العين عندنا مركز تحويل، المركز هي نجمعوا فيه الفضلات.
وتقف بالنسبه لنا احنا كبلديين نقف النقطه في النقطه هذيك. بعد حمل حمل الفضلات هذه الى المصب يكون على عطاء على عاتق توجد على عاتق الوكاله الوطنيه للتصرف النفايات، وراه زاد فوق هذا احنا ندعو لهم يعني احنا بمقابل يعني يقوموا بالرفع هذايا يهزوا معناتها للمصب نتاع الكلنا، وزاد كيف كيف في اطار انه ردم الفضلات يردموا في الاخر كل ما فماش تثمين يعني. اما بالمقابل هذا راهو احنا كبلديه تقاسيم ندفعوا في مقابل، يعني مثلا احنا في قرمده على الاقل 100 مليون سنويا ندفعوها للمونجيت مقابل النقل هذايا ومقابل التصرف اللي تقوم به هي، اللي هو مع كل اسف انه رد المعنى فقط يعني. هذا هو يعني استاذه فكره على كيفيه شنو دورنا احنا كبلديات. استاذه احنا هذا هو الدور الحقيقي نتاعنا. نعم نعم. بقى المرحله نتاع انه بعدين في المصب يوقع الردم ويوقع زاد كيف كيف كما قال زميلي انه المصبات الكل عندها وقت معين، عندها بالفعل من اول نهار بدا عام من 2008 نعرفوا الكل قداش يستوعب معناتها المصب هذايا، ثم كميه معينه يستوعبها بها، وفي هيك الوقت هيك في الشيء وزاره البيئه وكالة الوطنية للتصرف النفايات حذرت ما بعد مصب العقال، حذرت ما بعد المصب هذه المصب المراقب انه مش يكون، ولو انه ما احناش مع المصبات، ولو انه مدينة صفاقس يعني مدينة 1,200,000 ساكن ما هيش نتاع مصب واحد، يعني الله كيما صار تويكا تغلق مصب واحد يعني وقعت الكارثة في صفاقس كاملة. طيب دونك احنا نورمالمون عندنا أكثر من أستاذ ولو ديما مش مع المصبات، أنا مع المصبات المحطة مراقبة، أنا مع مراكز التثمين، مع مصنع نتاع التثمين، وإحنا هذا هو اللي لدينا به وننتظروا فيه. خاطر ندخل بالكل المصب هو ديما يبقى كارثة على المنطقة اللي باش تكون فيها. أرجو تكون في استماع. خلينا نحوسوا نعرف أن الموضوع التقني حتى يتابعونا المستهد المشاهدين. الخلاص اولا يجب ناكدوا انه ال100 مليون تدفعوا فيها قرمده والبيت الاخرى لا تساوي حياه مواطن في عقارب، هذه خليكم متفقين فيها. ثانيا باش نحوسوا قلت انه وزميلك ثم اتفاق من قبل المجلس البلدي ومن قبل المجتمع المدني والهياكل المحليه والجهويه على ان يتم غلق هذا المصب في افق 31 ديسمبر 2021، لكنكم تفاجأتوا قبل 3 شهور تقريبا بغلق من طرف الونجاد الوكالة الوطنية. هالثلاثة شهور هذوما تفاجأتوا بتتسألوا كيف يتم اتخاذ هذا القرار في نقض لما اتفق عليه سابقا، مما جعل البلديات صفاقس وكل بلد صفاقس في مشكلة مباشرة مع المواطن في الوقت اللي القرار اللي تملكه عمليا البلديات هو رفع الفضلات لا أكثر ولا أقل. واضح الصورة؟ أيوه. هذا بالإضافة على النقطة هذه. أنتم تقلقتوا كيفاش تتخذ الوكالة الوطنية قراراً بغلق المصب في حين أنكم اتفقتوا معها سابقاً على أن الغلق يكون في موفى العام. بالضبط، إحنا تفاجئنا راهو مش كل شيء بالغلق، إحنا تفاجئنا بغلق المصب الكشئي وتفاجئنا انه ما فماش افونس واضح حتى شيء معناتها واضح، يعني كنا ننتظروا انه فما دراسات على الاقل بدات، على الاقل بداوا في الدراسات فيما يخص مصنع التثمين، والا فما حل اخر للحلول شنو هي؟ اللي تفاجئنا به انه ما فماش نعم. حتى برنامج، البرنامج كيما مده عام التالي في نفس ما صارتش حتى خطوه في اطار لنا عوده للخطوات استاذه واكثر تفصيل. الأستاذ بشير اليوسفي السياسي والناشط السياسي المختص في الحكم المحلي، كنت استمع للإخوة رؤساء البلديات يعني تأكيد على أن السلطة الحاكمة اليوم وزارة البيئة وضعت رؤساء البلديات في مواجهة مباشرة مع المواطن في الوقت اللي لا تملك عمليا هذه البلديات أي سلطة وأي أدوات غير مهامها المتمثلة في رفع الفضلات من أمام بيوت الناس. واقع الحال اليوم بلدية صفاقس تتراكم
الفضلات، مواطن يعاني في عقارب وفي بلدة صفاقس، والدولة لأنه نذكروا مهم جدا أنه قرار اللي تم به إحداث الوكالة الوطنية لتصرف النفايات، وكذلك حتى الفصل 45 من دستور الجمهورية التونسية دستور 27 جانفي 2014، في بابه الثاني باب الحقوق والحريات يقول الدولة هي المسؤولة عن توفير مناخ بيئي سليم. سؤالي بوضوح، الذي يقع اليوم في صفاقس هل هو عجز وظيفي لهيكل المحلية، نقص موارد، أم خلل تشريعي، أم أشياء أخرى في نفس يعقوب؟ شكرا أخويا حسين. في البداية تحية لكل مشاهدي قناة الزيتونة المناضلة في تونس وفي خارج تونس. يا أهلا وسهلا. كل الدعم للأحرار، معتقلي الرأي، ضحايا الكلمة الحرة، الإخوة سيف الدين مخلوف، الأخ عامر عياد، الأخ نضال السعودي، وتمنياتنا بالشفاء للإعلامي المتميز زياد الهاني. أمين يا رب العالمين. شكرا. فيما يخص السؤال، يعني يبدو أن أنا سأتوجه معناتها مباشرة إلى سكاننا في صفاقس، وأكيد نسبة معناتها من المشاهدين كبيرة برشا تتبع في البرنامج هذا، لأن موضوع يهم الصحة، يهم البيئة، يهم الواقع المعيشي في صفاقس. لا دخل بوضوحة، لا دخل للبلديات في المشكلة اللي صايرة في صفاقس. سلسلة رفع الفضلات فيها 4 محطات، الجمع والفرز والنقل، هذوما تابعين البلديات. والجزء الرابع المتعلق ب معناتها معالجة الفضلات، هذا من اختصاص وكالة تصرف النفايات التابعة لوزارة الشؤون المحلية. يعني المشكلة في صفاقس إغلاق مصب عقارب هو الذي خلق الإشكالية هذه، وبالتالي يعني أعتقد أن تحميل رؤساء بلدية صفاقس مجانب للصواب. وأنا ممكن أنفاجئك أخ حسين، أن يعني المشكلة هذه اللي صايرة في صفاقس مش جديدة، هي صارت في برشا مناطق في تونس حتى قبل 2019 و2018، وممكن في المدة الجايلة الوضع قابل للانفجار في زوز مناطق، خاصة الأمر يتعلق بجربة في مصب تلابت، يعني المصب هذايا، وحتى تكون الصورة واضحة للمشاهدين، يعني المصب هذايا قبل كانت في منطقة قلالة، سنة 2012 تم حرق المصب، وتم وزارة الشؤون المحلية ووكالة التصرف النفايات عملت مصب وقتي في تلابت. نعم. المصب الوقتي هذايا من 2012 بقى يخدم ل 2018 وبلغ الطاقة القصوى متاعه للاستقبال النفايات، ومن 2018 إلى حد 2021 رغم أن معناتها ثم محاولات لإحداث مصب بجنب مصب تلابت، لكن إلى حد الآن يعني الموضوع هذا يتدخل فيه برشا أطراف بما فيها المجتمع المدني بما فيها المواطنين. إلى حد الآن معناتها ستاند باي، الوضعية في جربة، والمصب معناتها بلغ الطاقة القصوى متاعه، والوضع البيئي قابل للانفجار في أي وقت. مثال ثاني في برج شاكير، نفس المشكل في برج شاكير في سيدي حسين. هذا البرج شاكير معناه تقريبا هو المصب نتاع بلدية تونس كاملة، معناتها 38 بلدية وأربعة ولايات، وتقريبا 3000 طن يوميا يتم رفع من البرج للمصب هذا. نفس الوضعية، المصب تم معناتها إنشاؤه سنة 1999، معناتها الفاليديتي نتاعه 10 سنوات، يعني من 2009 المصب هذا غير قابل باش يستقبل النفايات، وشفتوا انتم من 2009 معناتها بعد ذلك في السنوات الماضيه يعني حرائق، يعني تسرب، يعني مشاكل بيئيه كبيره في سيدي حسين، والمصب هذا كما قلت معناتها الوضع البيئي في سيدي حسين قابل للانفجار. خلينا في مصب قلنا استاذ بشير، نستسمحك ناخذ فقط إجابات واضحة من الإخوة لأنه مش غادرونا. الأستاذ فؤاد، أستاذ فؤاد مرحبا. خلينا نزيد نفهموا أكثر، الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اللي أخذت القرار في سبتمبر 2021، كما قالت زميلتك أنه كان من المفترض وفق الاتفاق السابق أن يتم غلق هذا المصب
في موفى العام مش تو مش قبل 3 شهور دون أن يكون هناك بديل. إذا كان نعرف أنه سيد رئيس الجمهورية أقال الرئيس المديرة العامة بسمة جبالي مباشرة في الأيام الموالية للقرار 25 جويلية، وإلى حد الساعة هذه على ما أعتقد أنه الوكالة بدون رئيس مدير عام، بماذا تفسرون أنتم كسلطة محلية عندما تم اتخاذ هذا القرار؟ هل جاء استجابة لما ذكرتموه سابقا من ضرورة، أم أنه في تسرع ربما لتركم في وضعية حرجة جدا وكل جهات صفاقس في مواجهة مع المواطن؟ والله شوف أخي الكريم، من غير ما ندخل في هذه التفاصيل، أنا نرجع بك للاتفاقية المبرمة بتاريخ 29 أوت 2020، والتي كانت ثمرت احتجاجات من مواطني ومتساكني مدينة عقارب والمنظمات البيئية والجمعيات وغيرها. من بين النقاط، بالإضافة إلى نقطة تعهد بغلق المصب المراقب بالجنة في تاريخ لا يتجاوز موفى سنة 2021، من بين النقاط هو الشروع الفوري من قبل الوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات في إحداث والقيام بخطوات عملية لتركيز وحدة لتثمين والنفايات في ضيعة زروق اللي تقع ما بين بلدية عقارب وبلدية المحرس، وترابيا تعود بالنظر لمعتمدية المحرس. إلى حد يومنا هذا أو تقريبا سنة من الاتفاق اللي صار في 29 أوت 2020، حتى فترة المرحلة المتعلقة بالدراسات لم يقع الشروع فيها. تعرف أنت كل مشروع فيه جانب نظري يتعلق بإجراء الدراسات المطلوبة، الدراسات هذه تتطلب لوحدها مدة تقديرية ب9 أشهر، ثم يقع الشروع على ضوء الدراسات هذه في إنجاز أو الشروع في الإنجاز الفعلي للمشروع في هذه الوحدة للتثمين والرسم. إلى يومنا هذا لم يقع الشروع حتى في الدراسات. أنا كنت قلت حتى في آخر جلسة تم تنظيمها مع السادة رؤساء البلديات تحت إشراف السيد المعتمد الأول بالولاية، أنه لو أنه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات قامت ولو ببعض الخطوات العملية اللي شوفوها المواطنين والمنظمات البيئية في عقارب، كنت النجم نتوجه للمواطنين ونزيد ونصبروا مع بعضنا لتحمل وطأة النفايات على الأقل ما داموا ثم خطوات عملية لإنشاء هذه الوحدة. ولكن إلى يومنا هذا يا أخي الكريم لم يقع حتى شروع في الدراسات. معناه هذه ثم انعدام للجدية للتعامل مع الملف البيئي في بلدية عقارب ولا في منطقة عقارب من طرف الوكالة. بالطريقة هذه أنا كمجلس بلدي مش نتحدث على ثقة مع الوكالة ولا مش نتحدث مع ثقة مع المواطنين بتاعي. هل تؤكد يا أستاذ فؤاد؟ جاوبني. معناه أستاذ فؤاد، القرار اتخذ في ظل غياب رئيس مدير عام الوكالة. القرار بتاع شنو؟ منذ السنة الفارطة راه. راهو احنا عملنا يوم 29 2020، اتحدث اليوم في اكتوبر 2021، على الاقل كنا حتى نشرع في الدراسات. لا اتحدث يا استاذ فؤاد، ارجو تكون في استماع. اتحدث عن القرار الاخير الذي اتخذ في سبتمبر 2021، قرار غلق المصب. قرار غلق المصب المتخذ من طرف من؟ من طرف الوكاله في ظل غياب رئيس مدير عام وبعد اقاله بسمة جبالي. أي طيب، يعني إذا كان قرار اتخذ بهذه السرعة وفي ظل غياب رئيس مدير عام، ربما بعد إقالة بسمة جبالي مباشرة تم اتخاذ القرار، هو ثم قاعدة فقهية وأصولية واضحة يقول لك درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الكل متفقين على أن المصلحة تتمثل في رفع هذا المصب بعيدا عن أهالي عقارب، إلا أنه هذا القرار المتسرع ورث وأعقب فساد كبير، وأنه لا عقارب تحت المشكل ولا بلدية صفاقس اللي أصبحت 22 بلدية في مشكل بيئي عويص اللي هو تراكم الفضلات. إذا كان ثم هناك استمرارية للدولة، إذا كان ثم مدير عام تم إقالته ثم مدير عام بالنيابة موجود، ثم استمرارية. مؤسسات الدولة ما تنتهيش بانتهاء الأشخاص وإنما تتواصل. يعني حتى إذا كان مشي يقع إقالة أي مسؤول لابد أن يكون هناك مسؤول ينوبه. لكن الاستمرارية أستاذ نفهموها في القانون وفي الدولة إذا كان في صالح المواطن. واقع الحال اليوم أنه
كان ثم مشكلة محصورة عند أهالي عقارب ومع تفهمكم ومع اتفاقات، اليوم أصبحت المشكلة تهم عقارب وتهم 22 بلدية في صفاقس كاملة. أستاذة أمال، آمنة عفوا، اليوم خلينا نكونوا حل عمليين. هو معروف ثم أنه ثم هنشير في زروق، معروف أنه وزارة أملاك الدولة سلمت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات منذ سنة 15 و2000 مكان ليتم استغلاله بديلا عن هنشير الجنة. هل لماذا لم تفكر على الأقل أو أن الوكالة هذه عندما أخذت القرار هذا علاش لماذا لم تشرع في تجهيز هذا الأرض اللي أخذتها من وزارة أملاك الدولة لترفع المشكل والمشكلة البيئية عن أهالي عقارب وتوجد حل على الأقل لبلدية صفاقس؟ باش نزيد نوضح أكثر فيما يخص ضيعة زروق، ضيعة زروق على أساس أنه مش يكون مصنع للتثمين النفايات، وحتى حتى عملاو يعني كيف صار يعني على الإعلان على الأرض اللي لقاوها في ضيعة زروق. نعم. على أساس أنه مش يكون غاديكا فما تثمين النفايات، مصنع تثمين النفايات، صارت زاد احتجاجات في محرس، أنه المواطنين متاع محرس قال لك احنا نرفضوا زادا كيف كيف باش يكون عندنا نصب، ومن حقهم، من حقهم هذايا اللي احنا ننتظروا فيه من الوكالة الوطنية للتصرف النفايات أنه يكون فما مصنع لتثمين النفايات، مركز لتثمين النفايات، وهذا هو. أما أنه مش تعمل مصب آخر، راه مش نقعوا في نفس الإشكال، معناتها الأراضي الدولية موجودة برشا في الساحل صحيح وموجودة بعيدة على السكان الصحيح، لكن أنه تكون مصبات كما صارت في مصب عقارب، أنا نعتبره معناته، وأنا خاصة بخلاف رئيس البلدية أنا ناشطة في المجتمع المدني، وأنا زادة مع تصدير المصب عقارب اللي بالفعل اللي هو كارثة إنسانية، معناته يعني خاصة المواطنين متاع عقارب مش مقبول أنهم يعيشوا في هيك البيئة هيك، وأنا ديما من الناس اللي نمشي عقارب وزادة فيها محمية كاملة، يعني مش معقول اللي وصلت له معناته عقارب فيها بالإضافة. أستاذة أستاذة دونك أنا نشوف معناتها فما إمكانية، هو في الآخر بيقول يلزم فما حل وقتي، يلزم حل وقتي تقوم به الوكالة الوطنية لتصرف النفايات. ما نعرفش يعني شو يمكن يكون مصب زادة كيف في مكان ما، ولو أنه بتحفظ معناتها يعني شنو، أما هي المكان اللي يلزم يصير فيها مصب عشوائي، ننتظر في الحلول. إحنا بصراحة ننتظر في السيدة الوزيرة أنها تشرفنا في صفاقس ونتحاور معها عن المشكلة هذه، رانا عندنا مدة شهر كامل وإحنا نطلب باش تكون فما لقاءات تصحيح الأزمة هذه، جات في وقت متاع أنه يعني الوزير الأسبق يعني بالنيابة وما كانتش فما حكومة. إحنا تويك إن شاء الله ما دام عندنا حكومة جديدة عندنا وزيرة ننتظر في صفاقس بصراحة زيارة للرئيس الحكومة لوزيرة البيئة، وباش نقعدوا الناس الكل على الطاولة، رؤساء البلديات، المسؤولين، مسؤولين الجهويين، مجتمع مدني، باش نشوفوا فعل حل أنسب لمدينة صفاقس. نعم. هو على كل السيدة الوزيرة من خلال صفحة الفيسبوك لوزارة البيئة ذكرت أنه السيدة الوزيرة تتابع بانشغال كبير من مكتبها طبعا الموضوع البيئي في صفاقس. فقط أن نؤكد وتأكيد لكلامك أنه المشكلة لا تتمثل فقط في الروائح، النشطاء مجتمع مدني ذكروا مشكلة معالجة مياه الرشح لأنه موصلت استخراج الغازات، وفيها مشكلة جاية قريبة من طبقة مائية ربما تكون عندها أثار وخيمة. على كل نشكرك أستاذة. هل من كلمة أخيرة قبل ما تغادرين أستاذة باختصار؟ شكرا. فقط أنا يعني بالفعل معناتها خصوصا بالرسالة التي وجهتيها لسيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالرسالة التي وجهتها رئيس الجمهورية. الرسالة اللي وجهتها السيد رئيس الجمهورية هو للنظر في الوضع الكارثي في صفاقس، للتعجيل
التعجيل في ايجاد حل جذري، معناتها ما حاجناش بالحل الوقتي، حل الوقتي كما قلت انت، لكن حاجنا حل جذري للمعضله هذه. واضح. اللي بالفعل صفاقس مش معقول انها في الى 2021 تعيش في كارثه بيئيه، تعيش في القمامه، تعيش في يعني كما قلت بحر ملوث، اوديه ملوثه، هواء ملوث. هذا هو اللي معناتها ندائي مع السيد رئيس الجمهوريه، انه بالفعل نشوفوا حلول جذريه لمشاكل صفاقس. نعم. مش كانش المشكل البيئي راهو في صفاقس، عندنا عده مشاكل اخرين. هذا هو ان شاء الله ينطوا لصفاقس النظره بالفعل معناتها تكون في مقام المدينه هذه، المدينه مدينه المليون و200 ساكن. وزاد كيف كيف قمنا زاد بمراسلة زاد رئيس الحكومة زاد كيف كيف ننتظر السيد رئيس الحكومة تكون في صفاقس، تعملنا زيارة بالفعل، زيارة مع الوفد الوداني تاعها، على خاطر صفاقس مش كل شيء مشكل بيئي فقط، عندها عدة مشاكل لعشرات السنوات تعاني صفاقس. ننتظر إن شاء الله بعض الحلول. تنتظروا ان شاء الله تنتظروا حلول اكثر من اللفته الكريمه اللي والانشغال البالغ الوارد في صفحه فيسبوك للسيده وزيره البيئه. استاذه امنه ابو عزيز كريشان رئيس بلديه جرمده، شكرا على مساهمتك وبشكرك جدا. استاذنا اليوسفي، خلينا نرجع لما كنت طرحته عليك منذ قليل فيما تخص المشكل الهيكلي. يقولك المفروض اليوم رئاسه الحكومه ولونجاد يعني الوكالة الوطنية للتصرف توجد حل. الآن اليوم خلقت مشكل آخر، كان المسألة منحصرة في عقارب، اليوم 32 بلدية من صفاقس تعاني في مشكل قمامة في الوقت اللي كان عليها قبل أخذ هذا القرار تحضر بديل عملي. تعرف الفضلات تتضرر يومين. حسب رأيك هل أريد بهذا القرار حلا لمعضلة عقارب أم تأزيما ربما لوضع مثل ما ذهب إلى ذلك بعض النشطاء؟ والأكيد يعني معناتها اللي عندك أنت إشكالية وتحب تعالجها ما تسكرش من صب، يعني تكون الإشكالية تهم منطقة فقط تولي عامة تهم جهة كاملة معناتها بلديات هي كل، شنو المغزى من وراء ذلك؟ يبدو أن معناتها ما يحصل للمجالس البلدية شبيه بما حصل لمجلس نواب الشعب، يعني تقريبا نفس الاستراتيجية نفس الآليات، فقط معناتها تختلف معناتها الفاعلين. يعني هناك رغبة أو دفع نحو تأزيم الوضع تمهيدا لاستهداف التجربة في المدة القادمة. احنا ما ننساوش اللي الأمر أو المرسوم عدد 117 معناتها، وكما قال رئيس الجمهورية عطل العمل بدستور ما عدا الباب الأول والثاني، باب السلطة المحلية الباب السابع يعني السابع يعني في حكم المنتهي في ذهن رئيس الجمهورية. الآن نحن تقريبا بفلسفة رئيس الجمهورية نحن لسنا أمام مجالس بلدية بالتدبير الحر وبما ورد كل ما ورد في الباب السابع من الدستور، إنما أمام مجالس بلدية منتخبة في تقريبا تشبه النيابات الخصوصية، خاصة معناتها مع إلغاء وزارة الشؤون المحلية معناتها في تركيب الحكومة الجديدة. يبدو أن التوجه رئيس الجمهورية نحو استهداف التجربة هذه تأزيم الوضع وصولا إلى حل المجالس البلدية في فترة المقبلة. نعم. أستاذ لشهب أستاذ بلاش رئيس بلدية عقارب، هل ما زلت على الخط؟ لا أدري كان ما زال على اتصال. سنعيد اتصال بالأستاذ بلاش. خلينا نقدمه أستاذنا، أنت كمختص في الأصل فيه يا أستاذ، في ظل هالأزمة هذه هل كان بالإمكان تحويل محنة أهالينا في عقارب الذين عانوا الأمراض وعديد التقارير تقول لك أنه ثم مشكل آخر يهم الطبقة المائية قد تكون عواقبها أكثر وخيمة أكثر في المستقبل،
هل كان بالإمكان تحويل هذه المحنة إلى منحة إذا تم التفكير في تثمين هذه النفايات؟ توجد مواطن شغل قارة هناك وتستطيع أن تثمن من خلال فتح الباب للاستثمارات. سمعنا كثيرا عن وجود مشاريع ألمانية وغيرها، لماذا لم يتم التفكير في هذا؟ وكل دول العالم تقريبا مشات في تثمين النفايات، معناتها ملف مهم جدا، معناتها هذا مدخل معناتها لمعالجة النفايات معناتها بالطرق الحديثة. نعم، أرجو يرجع الاتصال، أخشى أن يكون فقدنا اتصال هاتفي. جلس البلدية نعم الماضي يبدو أن هناك إرادة إلى إبقاء الأمر بالطريقة التقليدية، يعني الردم الفضلات بعد ما يتم جمعها وتم فرزها وتم نقلها يتم ردمها كما يحدث في كل المصبات الآن في تونس. وهوني معناتها نكون ننتبه، لأن عملية الردم من يقوم بها؟ يعني هناك مجموعة من المتدخلين، هناك مجموعة من الفاعلين في مختصين في المجال هذا، معناتها في مجال معالجة الفضلات، يعني هم جزء معناتها من المشهد اللي ما يحبش معناتها تغيير عملية معالجة النفايات معناتها في البلديات التونسية. نعم أستاذ، المشكل اتضح أنه المتسبب في تأزيمه على الأقل في الوقت الحالي هي الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات باعتبارها يعني استبقت القرار المتفق عليه في غلق المصب وتركت المواطن في مواجهة مع بلديته، والحصيلة طلعنا وشفنا الصور فعلا مؤسفة جدا، يعني مدينة صناعية تضم أكثر من مليون ساكن غارقة بالفضلات. لكن لو نعود على الأقل على الأسماء والسد الوزراء الذين مروا على الحقائب طيلة السنتين الأخيرتين، السيد رئيس الجمهورية ذكر أنه يراد يعني ما يقع اليوم في صفاقس من وجود فضلات وسماه بالاستثمار السياسي بين ظفرين في أزمة الصفاقسية ووصفه بالإجرام. لكن إذا عدنا قلت إلى أسماء الوزراء الذين تقلدوا منصب وزارة البيع على الأقل في السنتين الأخيرتين اللي تم تنصيبهم في عهد في حكومة الفخفاخ وحكومة المشيشي، والكل نذكر اللغط الكبير الذي وقع عندما تم تعيين شكري بن حسن على رأس وزارة البيئة، والسيد رئيس الجمهورية هو الذي كان موافقا لتعيين السادة الوزراء في هذا المنصب. اليوم عندما يتحدث رئيس الجمهورية عن إجرام في حق الصفاقسية وحق، هل هو فعلا غير مدرك لمسؤولية عمن تقع يعني مشكل التلوث، أم بماذا نفسر خطاب متشنج الذي ذكره في عند استقباله الوزيرين منذ مدة قصيرة؟ ويعني احنا معناتها في الفترة الماضية الكل معناتها استنسنا بخطابات رئيس الجمهورية، يعني يذكر المشكل يتهم أشخاص دون ذكر الجهات ويخلي معناتها الرأي العام معناتها في غموض كبير وكل واحد كيفاش يفسر تصريحه فيما يخص الفضلات. يعني أغلبية الرأي العام مثلا خاصة في جهة صفاقس مشى في اتجاه أن من يقف وراء هذه الإجرام وهو إجرام صحي وإجرام بيئي وإجرام معناتها هي بلديات صفاقس، رغم أن البلديات صفاقس بريئة كل البراءة من مما يحدث، لأن مراقبة المصبات أو الإشراف على المصبات أو إغلاق مصب عقارب لن تكون وراءه بلديات صفاقس. نعم، يعني دائما رئيس الجمهورية كما قلت معناتها هذه معناتها استنسنا بها احنا في تونس، يتهم شخص ما هكذا دون أن يسميه ويترك للجوقة الموجودة على الفيسبوك حتى تتهم من تريد هكذا دون إثبات ودون معناتها دليل. المؤكد رئيس الجمهورية معناتها يعرف على الزابيسي متاع المجلة الجماعات المحلية الألف باء، يعني ما نتصورش أن رئيس الجمهورية يغيب عنه أن سلسلة رفع الفضلات تمر بمراحل أربعة
تنتهي بمعالجة الفضلات اللي هي من مهام وكالة تصرف النفايات اللي هي وكالة مركزية تابعة لوزارة الشؤون المحلية. نعم. أنا إذا 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 رئيس الجمهورية ما يعرفش المعطى هذه فعلى الدنيا السلام، لكن إحنا نفترض أنه يعرف. يعني خطير جدا ما عندما تتهم معناتها سلطة منتخبة بأنها ترتكب في جرائم في حق مواطنيها، يعني معناتها حقيقة مؤسف جدا هذه الاتهامات التي يلقيها رئيس الجمهورية صباحا ومساء في معناتها ضد كل الفاعلين وضد كل المتدخلين في إدارة الشأن العام. نعم. لا أعتقد أن رئيس الجمهورية متقلق من حاجة اللي هي مبدأ التدبير الحر للبلديات. نعم. الاستقلالية الإدارية والمالية للبلديات تقلق رئيس الجمهورية. نعم. التدابير تقلق سيد رئيس الجمهورية. اسمح لي أن نرحب بضيفك الثاني، الوزير الأسبق الأستاذ عبد الوهاب معتر، الأستاذ الجامعي والناشط السياسي. مرحبا أستاذ عبد الوهاب معتر. مرحبا بك. أهلا وسهلا. سنواصل النقاش، خلينا نشوف مع بعضنا أستاذ عبد الوهاب وأستاذ يوسفي تصريح سيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بأزمة الفضلات في صفاقس، ثم راجعين للنقاش. وما يحصل في بعض المدن من عدم رفع الفضلات المنزلية للتنكير بالشعب وهو أمر مألوف معروف في عديد الدول، هو في هذا الإطار يتنزل في إطار التنكيل بالشعب التونسي. اليوم يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضع حدا لغيهم ونفاقهم بل ولإجرامهم في كل المجالات. لا التحقوا أن لم يفهموا بالمزابل التي كدسوها ويساومون الشعب بها. يا أخي مشكلتي أنا، المشكلة هذه أنا نتحملها، وهذايا بكل صراحة شو المسؤولية نتحملها فيها؟ جنب بعد ستي ما نجيش نقبل أن اليوم أنا نتحمل مسؤولية. تحملني المسؤولية، شركني في تحمل المسؤولية، مش تعاد نتحملها. أما تخليني في موقع الضحية وتقول لي أنت راك يلزمك تتحمل مسؤوليتك، ما سمحني ما نتحملهاش مسؤوليتي، مانيش قاعد نتحمل فيها. أنا بكل صراحة أنا نعتبرها كما قال في السياسة، ما نعتبرش ثم حسن نية، فماش حسن نية، فما سوء نية. أستاذ عبد الوهاب معتر مرحبا. أستاذنا ثم مشكلة في الصوت. يا أهلا وسهلا أستاذ، كنت تتابع في الجزء الأول من الحلقة، يأكدوا لك أخيان أنه وقع سيد رئيس الجمهورية في الأيام الموالية لـ 25 من جويلية اتخذ قرارا بعزل رئيس المديرة العامة بسبة جبالي التي كانت تشغل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، ثم يتم اتخاذ هذا القرار الفجئي كما يتحدث الرؤساء البلديات بغلق مصب عقارب في الوقت الذي كان مبرمج فيه مع المجتمع المدني واتفاق أنه يتم غلقه في 31 ديسمبر 2021. سيد رئيس الجمهورية يؤكد، يقول يجب وضع حد لإجرامهم في كل المجالات، يقول هم يساومون بالزبلة. هل من تعليق؟ والله للأسف الشديد كالعادة، يعني السيد هذا في كل مرة يساهم في طرفين الوضع ثم بعد ذلك يحمل الآخرين المسؤولية، لنوصل أنا يقول يحب يقولوا أنا من قلوب الشعب. شوف سيدي، بالإضافة إلى حكاية وكالة التصرف في النفايات اللي ما عندهاش رئيس مدير عام، ما عندهاش سلطة اتخاذ القرار، ثم حاجة أخرى ما شفت ليش من روحين، وهو أنه عزل الوالي وبقيت صفاقس بدون والي، يعني حتى لين الأزمة اشتدت واستفحلت وتعفن الوضع. وبالتالي إذا كان ثم شكون يزم يتحمل مسؤولية، اللي ارتكب جريمة في حق الشعب، اللي حب ينكل بالشعب، راهو إنسان آخر، ما هياش البلديات واللوبيات ولا اللي يحكي عنه. لأن لا أحد مهما كان في صفاقس
كان عنده مصلحة باش تصبح صفاقس مدينة منكوبة من الناحية البيئية. يعني كيف ما عملنا قبل وقت اللي في البرلمان خلى الوضع يتعف، ما حبش يصادق على الحكومة، ما حبش يصادق على القانون الانتخابي الجديد، ما رد حكاية المحكمة الدستورية، خلى الزغراطة تعبت وتعمل في البرلمان، لا لين عفن الوضع وباطل عندنا ب25 جويلية. أنا نرى نفس الأسلوب، نفس الأسلوب، نفس صيغة العمل، يخلي الوضع يتعفن ويكون هو مسؤول جزئياً على هذا التعفن، واللي في صفاقس وقع هو لنجات قاعدة بلاش رئيس مدير عام ومع النشوالي وما معناتها والبلديات. أنا شخصياً في صفاقس وكم رئيس بلدية يقول لي راه مش معقول لا تم حكومة لا عنا حد شيء، الوضع راه ينظر بالخطر. وتوا وقت اللي وصل الأمور المزاب الموجودة في كل ناس في صفاقس يطلع علينا باش يقول أن احنا نحب النقل بالشعب. أنا نقول اللي يحب ينقل بالشعب هو اللي قام بتعفين هذا الورع، هذا هو يعني. نعم، خلينا نمشي للجزء الثاني. وقطنا الحديث عن الجزء الثاني في الحلقة حول أفاق الحكم المحلي والمشاكل اللي تعترضوا، نشاهد التقرير ثم نعود للنقاش في حلقتنا مع ضيفي الاثنين أستاذ معطر وبشير اليوسفي. بعد إلغاء الحكومة لوزارة الشؤون المحلية دعوات إلى تعليق عمل المجالس البلدية، حملة تشويه ممنهجة وتعطيل للعمل البلدي، الحديث مجددا عن مشروع البناء القاعدي، كلها مؤشرات وعوامل تسهم في انتكاسة الحكم المحلي في تونس وتنظر بمشروع حكم جديد. مدير الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية رضا شهاب المكي دون أمس على صفحته الرسمية بأن مشروع البناء القاعدي لا يحتاج إلى إقناع أعدائه بوجاهة هذا المشروع وتاريخيته، بل يحتاج إلى صدق مناصريه في القول وإخلاصهم في العمل، موضحا بأنها قد حانت لحظة الفرز ولا مجال بعد الآن إلى الخلط بين الحق في الاختلاف والسعي باسم هذا الحق إلى تحقيق منافع خاصة تفوق وتتجاوز المصالح العامة. تدوينة اعتبرها البعض بأنها حسمت الجدل القائم وبينت وضوح التوجه الساعي نحو تكريس مشروع البناء القاعدي في تصنيف صريح وتقسيم للشعب إلى أنصار وأعداء. وقد أثارت فكرة البناء القاعدي الجدل في الساحة السياسية، أين علق الكاتب نور الدين الغلوفي في تدوينة له بأنه لا مشروع لكم غير السطو على السلطة بالانقلاب على الديمقراطية. مشروع البناء القاعدي والدعوات المتكررة بإلغاء البلديات أثار حفيظة المجتمع المدني، حيث عبرت الناشطة الحقوقية شيمة بوهلال في تدوينة لها عن تفهمها لرؤية رئيس الجمهورية للجماعات المحلية على أنها تمثل خطراً جاثماً على مشروعه السياسي، مضيفة أنه أمر مفهوم بما أن السلطة المحلية وما تمتعت به من استقلالية إدارية ومالية هي التغيير الحقيقي الوحيد في إدارة الشأن المحلي، وهو تغيير مهم جدا ينافس البناء القاعدي الذي يقترحه سعيد. سياسة ممنهجة نحو تشويه عمل المجالس البلدية كالتي تمت في البرلمان، وفي المقابل تعطل للعمل البلدي وتراكم المشاكل فيه مما عطل مصالح المواطن، كل هذا يوحي بالتمشي نحو تجميد الحكم المحلي والانتقال من اللامركزية إلى المركزية والتي تحدث عنها رئيس الجمهورية منذ حملته الانتخابية. فهل يمضي رئيس الجمهورية نحو تجميد الحكم المحلي واستبداله؟ مرحبا أستاذ اليوسفي، مرحبا مرة أخرى. بنية الديمقراطية القائمة ثنائية القائمة على تكاتف المجتمع والدولة، وكنا تعرضنا في الجانب الأول إلى القرار الذي اتخذ تشاركيا بين المجتمع المدني بين السلطة المحلية وحتى لونجاد نفسها فيما يخص قرار غلق المصب في 31 ديسمبر 2021. اليوم عندما يتم حل مؤسسات الدولة وأساس المؤسسات الرقابية منها، تعرف أنه حل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، تم تجميد البرلمان، تم شل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم كيف يقوم السيد رئيس الجمهورية بعزل رئيس المديرة العامة للوكالة الوطنية لتصرف في النفايات؟ هل أن الرئيس على الأقل حكم ما بعد 25 جويلية
بسبب حل المشكلة ومعرضة اللي يقول السيد رئيس الجمهورية، يقول أنه البقية الأطراف يساومون معناتها يقايضون سلامة المواطن وأمنه وبيئته بمشاريع سياسية. أن هذا المشاريع للأسف الشديد هل تم استبدال فيه الثنائية ديمقراطية ثنائية بثلاثية استبدادية وفق ما يقول صديقنا زهير إسماعيل؟ إلى أين يمضي سيد رئيس الجمهورية؟ هل ما يفعله يخدم المواطن في عقارب في صفاقس؟ يعني بوضوح يعني ما يحدث هو والرئيس الجمهوري يقول يعني دائما يكرر نفس المقولة، الصواريخ على منصاتها، والصواريخ عادة لا تنبت زهرا ولا شجرا وإنما تهدم سقفا. ما يحدث منذ 2019 أو خاصة منذ 25 جويلية إلى الآن هو عملية هدم لكل ما هو جميل بعد 2011. كل ما بذل من أجله التونسيين جهدا كبيرا لبنائه رغم كل النقائص، تجربتنا الديمقراطية الناشئة لمدة 10 سنوات واجهت صعوبات كبيرة، لكن هناك منجز على الأقل الديمقراطي موجود. رئيس الجمهورية يبدو أنه رافض لكل ما جاءت به ثورة 2011، الدستور تم معناتها الانقلاب عليه، مجلس النواب اللي هو رمز السيادة الشعبية في كل الديمقراطيات في العالم تم غلقه. وننبه أن الفرق هناك كبير بين مؤسسة البرلمان والأفراد الذين يؤسسون البرلمان، يعني فرق كبير. إذا هناك أفراد، احنا معناتها كررنا منذ إجراءات الرئيس، لو هناك ملفات فساد، لو هناك شبهات تلاحق بعض النواب، لو هناك معناتها ملفات جاهزة تدين عديد من النواب، فالقضاء هو الفيصل. ولكن إنما أن تنقلب بتلك الصورة على مؤسسة منتخبة من 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 مواطنين تونسيين هم نفسهم الذين انتخبوا الرئيس. احنا في الانتخابات الرئاسيه ما جبناش شعب اخر، نفس الشعب الذي انتخب مجلس النواب هم تقريبا نفس الشعب الذي انتخب في الانتخابات الرئاسيه. يعني تنقلب على البرلمان، تنقلب على الدستور، تغلق هيئه مكافحه الفساد وانت ترفع شعار مكافحه الفساد. يعني هذا التناقض في الطرح، ثم تغلق مثلا هيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، ثم الاستهداف واضح وجلي في المدة الماضية نحو الباب السابع والمجالس المحلية والبلدية. يعني حقيقة كل الإشارات الحمراء اشتعلت. الهدف هو هدم كل البناء ما تم بناؤه وتم الاجتهاد في بنائه والمحافظة عليه في استثناء عربي، لأن المناطق العربية الأخرى ودول العربية الأخرى كلها شهدت ثورات، لكن بسرعة خوت على عروشها وبقيت هذه الشمعة في تونس. لكن يبدو أن الإصرار كبير على القطع مع كل ما يحيل إلى 2011 والرجوع خطوات كبيرة إلى الوراء. تذكرنا بماضي خلنا أن نسيناه. نعم. أستاذ معطر، أستاذنا اليوسفي يقول لك رجعنا خطوات. نعم. إلى ما قبل 2011 و2000، هذا تأكيد ربما الخط العام اللي سارت فيه الثورة التونسية، هذه الشمعة المضيئة، هو كسر البنية التحتية متاع الاستبداد، البنية الثلاثية للاستبداد. وكان ربما من المفروض أن يتفرغ المواطن بعد هدم هذه البنية، التفرغ لقضايا كرامة الفرد، رفاهته، ولتتصل بمساعدة الإنسانية على أمل ربما أمن أشمل، تعليم أرقى، وصحة أفضل، وعلاقات دولية أكثر توازن. في مقابل ذلك، ماذا يريد الرئيس قيس سعيد من خلال التوتير الوضع بين المجالس البلدية وبين المواطن عمليا؟ واضح الأمر، واضح وضوح الشمس. أنا شخصيا كنت دعوت إلى عدم انتخابه بحكم معرفتي لمشروعه من زمان، ولما وقع انتخابه قلت على الأقل راهو ما يجي ما يعمل حد شيء طالما عنا دستور يحدد له صلاحياته وخليه معناتها ما يستطيعش ينزل المشروع بتاعه. لكن للأسف الشديد ما كنتش أتوقع شخصيا منه أنه الدستور يعلقه ومعناتها يلغيه. ولكن في إلغاء الدستور طوى الناس تحكي تقول ثم معناتها أنه جماع السلطات، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية،
لكن ثم حاجة أخرى الناس ما انتبهت لاش، وأنا نحكم حكم اختصاصي في القانون الدستوري. نعم. أنه أيضا احتكر لنفسه السلطة التأسيسية. شنو هي السلطة التأسيسية؟ هي سلطة وضع الدستور. شنو هو الدستور اللي يعمل قيس سعيد قاعد يحب يحضره؟ هو النظام القاعدي الجماهيري متاع الكومونات ومتاع باكونين ومتاع الفوضويين في أوروبا، وكان آخر نوعية شفناها هي اللي عملها القذافي من 69 حتى 2011. هذا الموضوع شنو هي الوسيلة التي استعملها قيس سعيد؟ استعمل تعطيل الأوضاع. نرجع للبلديات. البلديات اليوم خاصة في صفاقس، أنا نهارت اللي سمعت الخطاب متاعه واتهمهم بالإجرام وبالتنكيل الشعب، اتصلت بعض رؤساء البلديات قلت لهم راهي جاية حشود ليكم وجاين ديكاش كما عملوا في منوبة وعملوا ما في المرسى، معناته هذه العملية أنا تصعيد الحقود وإلى غير ذلك، تمهيدا للنظام القاعدي اللي هو يحب ينزله في البلاد. النظام القاعدي هذا علاش يقوم هو مثل خطر كبير وخطر جسيم. ما نحكيش من الناحية النظرية وكيف أن كل المختصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري يقولوا هذا طوباوي وفوضى ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره معناتها شيء معقول ويؤدي إلى نتائج معقولة. اليوم نظام القاعدة هذا مش يقوم على مش يضع لنا دستور، يقوم على انتخاب الأفراد مش معناتها الأحزاب والقائمات، الأفراد في دوائر انتخابية ضيقة هو قال المعتمديات، هذوما مش يكون اللي عنده أكثر إمكانية باش يشري الأنفس وإنه يستعمل العلاقات العائلية والعروشية مش يطلع هو في المعتمدية. المعتمديات في كل ولاية ماشيين هما بيدهم يوليوا معناتها ينتخبوا شكون بالقرعة إلى المجلس النيابي الوطني، وهذا المجلس النيابي الوطني كل نائب فيه يخضع إلى إمكانية عزله من طرف ناس اللي يطلعوا. نعم. البرلمان مش يكون بدون صلاحيات ما عنده حتى قيمة، وحتى كي نمشي ونقوله نظام رئاسي لأن النظام الرئاسي راه يقوم على وجود برلمان قوي. احنا في النظام القاعدي الجماهيري ما عادش برلمان بالمفهوم العصري اللي يراقب السلطه التنفيذيه ويستطيع انه يحد من صلاحياتها ويحد من تغولها تطبيقا لما قاله مونتيسكيو ان السلطه فوق السلطه. هذا هو الوضع. وهذاك علاش تو اللي صار في البرلمان اليوم بانقلاب 25 سنة وبأمر رئاسي عدد 117، وباعتبار أن 7 الملغى في موجب الأمر 117، فأنا ننتظر هذه الحملة على البلدية تتواصل، وعندما تتواصل الحملة سيكون تمهيد للحشود وللأنصار النظام الجماهيري الفوضوي القاعدي اللي ماشي ينسف تاريخ تونس ومش ينسف الجمعيات استثمارها كلها وسائل، هي وسائل وسيطة اللي هي قيس سعيد يعترف بها. وانت لاحظ اليوم جاب كيفاش الحوار اللي حب حوار افتراضي منه للشعب. نعم. لا أحزاب ولا جمعيات ولا يحزنوا، يعني هذا مش يخلق لنا نمط مجتمعي ونمط سياسي فوضوي كارثي لا قبل للدولة التونسية به في السابق، وليس هناك أي دولة في العالم اليوم يمكن أن ترضاه. وهذاك علاش
هل احنا امام الخطر المحدق؟ وكل نهار يبقى الوضع على ما هو عليه يشكل خطر كبير على الدولة وعلى المجتمع التونسي اللي مهدد بالتقسيم. وانت شوف التدوين اللي كنت تقراه نتاع منظر هشام هذا رضا لينين، نعم، يحكي على الاعداء، يحكي على الفرز، يعني هو مشروع تقسيم للمجتمع، هو مشروع حرب أهلية. هو الأستاذ، نعم، أستاذ معصر، نعم، اسمح لي، الأستاذ شهاب المكي، نعم، دون منذ أيام قليلة يقول أن المشروع البناء القاعدي أو الديمقراطية التي يسميها بالديمقراطية القاعدية والذي عنوانه في الحملة التفسيرية للسيد رئيس الجمهورية الشعب يريد، يقول لا يحتاج إلى إقناع أعدائه بواجهة هذا المشروع وتاريخيته، بل يحتاج إلى صدق مناصريه في القول وإخلاصهم في العمل. نعم، وهذا هو الخطر. يعني يحكي عن الناس من أعداء في تونس، أنا مش معاه مشروع، وهذا هو اللي يقول فيه قيس حيث كل يوم، ما هو اللي مش معاه هو اللي مجرم، هو اللي شيطان رجيم، هو اللي عدو، ويمسك معناته كل الأوصاف، خاين إلى غير ذلك. هذا هو الخطر. أنا أدعو كل القوى الوطنية، أدعو كل المواطنين باش يتفطموا لهذا الخطر المحدق بالبلاد. يعني ما هوش معقول. نعم. كل ما هناك أن نحن راه أمام خطر كبير، وقيس سعيد يمثل بالضبط هذا هو الخطر. والمشروع هذا هو مشروع نسب في الدولة التونسية، وهو مشروع احتراب أهلي. وهذاك علاش يلزم القوى الوطنيه والمواطنين وخاصه من انصاره، انصار قيس سعيد يتفقوا ويتفطنوا. اليوم البلاد راهي في خطر، واذا كان مش تفهم المشروع سنندم جميعا وستغرق السفينه. لا ثم لا اصلاح ولا حرب فساد ولا اقتصاد يقعد به، لا شيء من ذلك. الشيء اللي مسكون في قيس سعيد هو فقط تنزيل هذا المشروع. هذا يعني أن تونس تعود تونس، وأنا أصبحنا في يختلف تماما عما حلمنا به أمام. نعم أستاذ اليوسفي، نشاهد ربما على الشاشة صورة من صور المتكررة للحملة التفسيرية للسيد رئيس الجمهورية المبشرة بالمركزية. لو ممكن مرروا هذه الصورة على الشاشة. نعم، هذه الصورة يعني نشاهدها، سيشاهدها التونسيون في الحومة التونسية كثيرا، التبشير بنظام المركزية، أنصار سيد رئيس الجمهورية وأنصار العودة للمركزية التي عانى منها التونسيون طوال حقبتي بورقيبة وبن علي، يعتبرون أن في التنظيم الحالي للسلطة المحلية تقويض لبنية الدولة. هل هو كذلك أم أن المعارضين للحكم المحلي يخشون من الديمقراطية القاعدية للحكم المحلي التي يقرها الدستور، ويفضلون تنزيل أيديولوجيا ذكرها سعد وهاب لجان الشعبية متاع القذافي؟ ومعناتها من يروج لهذا الطرح يعتقد أنه لا يفرق بين المركزية الإدارية ولا المركزية السياسية. احنا في تونس ما عندناش معناتها مجالس بلدية معناتها عاملة علم وإلا برلمان وإلا تعمل في قوانين خاصة بالمدن متاعها، باش نتحدث على معناتها لمركزية سياسية أو لمركزية متقدمة واسعة اللي ممكن في يوم ما تهدد معناتها وحدة الدولة. احنا تدبير الحر في داخل البلديات يتم معناتها في إطار وحدة الدولة، وهذه معناتها كلمة حق أريد بها باطل. أنا باش نرجع لنقطة مهمة يا أخويا حسين، هو ونطرح على أنفسنا السؤال التالي: لماذا رئيس الجمهورية يعادي زوز سلطات بالأساس؟ أولا السلطة التشريعية، لأنها معناتها تزاحمه في الشرعية على المستوى الوطني، ثم اثنين المجالس البلدية، لأنها الرئيس لا يعترف بشرعيات أخرى غير شرعيتي على المستوى المحلي وعلى المستوى الجهوي. واضحة.
مشكلة المجالس البلدية كمشكلة البرلمان، كل أشغالها مداولاتها تتم تحت الضوء وأمام الكاميرا، يعني وقناة الوطنية الثانية كانت تبث مباشرة في جلسات المجلس النواب، الصفحات الجهوية والبروفيلات الشخصية تبث عادة، وإحنا تفرجنا على مئات وآلاف الفيديوهات المباشرة من الجلسات العامة البلدية، وبالتالي يعني هذوم المؤسسين الزوز هذوم الوحيدين في تونس لأشغال ما لا تدار داخل الغرف المظلمة، لا تدار بالصنصرة، لا تدار معناتها في آخر ليل، وإنما أمام الجميع معناتها بكل شفافية، وهذاك علاش معناتها كل شيء يخرج لبرا، والبرسيبيشن معناتها الصورة هذه اللي ارتسمت عند المواطن يعتقد أنها خاصة فقط بمجلس النواب أو بمجلس نعم أو بالمجالس البلدية. أنا معناتها جونشان يا أخويا حسين، أنا معناتها النقطة الثانية المهمة حتى نكون معناتها تحليلنا أكثر عمق، بماذا يبشر من بقى من عرابي الانقلاب؟ يعني بعد من قفز من السفيرة من قفز، بقى تقريبا رضا شهاب المكي بتدويناته معناتها الغريبة والعجيبة، يعني يحكي على أعداء ويحكي على فرز نعم. ويحكي معناتها مصطلحات غريبة. البناء القاعدي لماذا معناتها هناك عداء للامركزية؟ لأنها تنسف فلسفة البناء القاعدي، ونقول لك علاش. أولا هذه الطرح الذي تروج له الحملات التفسيرية للرئيس منذ الحملة الانتخابية والآن، ماذا بماذا يغري؟ يغري بالبناء القاعدي من الأسفل إلى الأعلى، وهذا هو جوهر اللامركزية. اللامركزية مستويات، مستوى أول انتخابات بلدية، مستوى ثاني انتخابات جهوية، مستوى ثالث انتخابات إقليمية. مسار اللامركزية لم يكتمل في تونس، وبالتالي فإن اللامركزية بهذا البناء القاعدي من الأسفل إلى الأعلى تنسف أحد الأشياء التي تغري الشباب في مشروع قيس سعيد. ثم اثنين، بماذا يبشر هذا المشروع؟ يبشر بأن كل المواطنين سيقومون بإدارة الشأن المحلي. فيما هل هذا جديد؟ يعني المجالس البلدية هناك برامج استثمار تشاركي وميزانيات تشاركية، وأبواب البلديات مفتوحة لكل المواطنين، وكل المواطنين معناتها قاعدين نتبعوا احنا معناتها في الجلسات التشاركية وفي البرامج الاستثمار والتخطيط التشاركي، ونشوفوا معناتها في مشاركة المواطن في إدارة الشأن العام. ثم النقطة الثالثة، هذه النقطة الأولى هي البناء القاعدي من الأسفل إلى الأعلى تنسف برنامج الرئيس. اثنين، تشريك كل المواطنين في إدارة الشأن العام، وهذا موجود في المجالس البلدية وسيتدعم في المجالس الجهوية والإقليمية مستقبلا. ثم ثلاثة، هذه الكلمة العجيبة، سحب الوكالة، يعني موجودة حتى ممكن أفاجئ المتابعين، يعني المجلة الجماعات المحلية تتيح سحب الوكالة التي معناتها اصطلاحا موجودة في مجلة الجماعات المحلية. نعم. سحب الثقة، سحب ثقة ممكن من المجلس من رئيس البلدية بالقانون في مجلة الجماعات المحلية. لكن الخطير في المشروع هذا مقارنة بالبناء اللامركزي أنه أولا يدعو إلى انتخاب على الأشخاص، وأنا شخصيا لست ضد، هذا أرقى أنواع الانتخاب والاقتراع في العالم، لكن لابد من بيئة، لابد من وعي انتخابي. نحن نعرف واقعنا في تونس، إذا ذهبنا في اقتراع على الأشخاص من سيصعد؟ أصحاب الجاه، العروشية، معناتها شراء ذمم، وثم ندخل في 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 سلسلة من عدم الاستقرار باش تشل معها عمل المجالس البلدية. أهم مؤاخذة على المجالس البلدية الآن هو هذا القانون الانتخابي الأعرج نتاع التمثيل النسبي بأكبر البقايا بدون عتبة وازنة، خلقت معناتها عدم استقرار كبير داخل المجالس البلدية بين ثلاثة أربعة كتل. هذا معناتها تخيل أنت أخويا حسين، بلدية فيها 15 شخص، كل شخص معناتها يتم انتخابه بصفة فردية، كيفاش باش تفهموا هذوم؟ كل شخص عنده مرجعيته، كل شخص عنده ايديولوجيته، كل شخص عنده معناتها يحب يفك معناتها باللغة العامية للعمادة اللي يطلع منها، ومعناتها وهي كفاءات موجودة حتى تخطط وحتى معناتها توزع الموارد. يعني باش نكونوا عقلانيين، لأن الشعبوية مغرية جدا يا حسين لكنها قاتلة، الشعبوية مغرية لكنها تدمر،
نعم كونوا منتبهين. هذا الباب السابع يا أخ حسين مفخرة كل التونسيين، الباب السابع مفخرة كل التونسيين، الباب السابع حول مناطق ظل في العهد البائد إلى بلديات. بعض المناطق بشلي في بشلي، جرسين في قبلي، بغرارة في مدنين، الزرات في قابس، زالبة في المهدية، المعقولة في باجة، سيسب في القيروان، هذوما مناطق ظل كانت تسمى في عهد العهد البائد، أصبحت نعم. بلديات. صحيح صحيح أن المطلبية سقف المطلبية مرتفعة، صحيح أن هناك إشكاليات، صحيح أنها تجربة تأسيسية لابد من تطويرها وتجويدها، لكن هل معناتها أمام الإشكاليات هذه نهدوا السقف؟ نعم. اللي عنده شوية اللي عنده، وسأنهي بهذه يا أخ حسين، اللي عنده شوية حشاك وحش المشاهدين شوية زبلة في داره، ولا 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 والكوبات متاع البيبان ما يتسكروش، ولا ولا والليقة طايحة، يجيب تراكس ويهد الدارة، ما هو يصلحها، ما هو يعمل حوار وطني مع الخبراء والفاعلين والمنظمات والأحزاب والناس الكل يجي مع بعضنا نتعاونوا باش نصلحوا بلادنا. نعم. كل وصل. التجارب في وصل. العالم متاع الحكم الفردي المطلق أثبتت فشلها، كل سلطة مطلقة هي مفسدة مطلقة اليوم وغدا. نعم أستاذ معطر، حتى ينفع بالنقاش قليلا، يأكد الأستاذ اليوسفي يقول لك أنه الشعبوية مغرية لكنها قاتلة، لكن لنفترض جدلا أنه هذه الشعارات التي ترفع من قبل الحملات التفسيرية فيها جانب من الصحيح، نمشوا مع حسن نياتهم، لنفترض جدلا أن المواطن اليوم أعطي السلطة وتم القضاء على الديمقراطية التمثيلية، هل تم إمكانيات بشرية حالية قادرة على تحقيق التنمية المحلية؟ هل الموارد المالية المحلية تكفي لتحقيق التنمية المحلية وكيف يمكن تنميتها؟ هل تستطيع المجالس البلدية تحقيق التوزيع العادل للمشاريع والبرامج على كل الأحياء والقرى الراجعة؟ يعني إذا كان فهمنا المشكل وين بالضبط؟ نعم. شوف يا سيد الكريم، المشكلة احنا عنا الدولة اللي يتصوروا في ذهنه يحسبه هو واقع، ثم انفصام على الواقع. اليوم يقول لك تونس غنية عنا مال، توا كيف معناتها نعملوا هالنظام هذا ونظام قاعدي يضمن له اللي هو السلطة المطلقة والبقية واللي هو الشمس والبقية الكل أقمار تدور حوله، هو سوبرمان والبقية معناتها حشرات وأفاعي، يتصور أنه بهذا كل شيء مش يتحد. وهذاك علاش اليوم نلقاوه مهتم حتى شيء بغير هذا، لا مقام فساد، لا نشوفوا ميزانية الدولة قاعدين فيها، مشاريع متاع الناس مهددة معناتها باش ما تكون أجالها، إذا كان مش تقول السيادة الوطنية أهي ولا تونس اليوم معناتها تباع وتشترى في الدول الأجنبية، الشعب اليوم قسم وحش شعبي معناتها يزرع في الفتنة وفي العداوة، هذا كله يعني هذا هو التطور الحقيقي. نعم. نحن أمام رئيس دولة منفصل عن الواقع، لا يرى الواقع كما هو، يتخيل أن بمجرد تنزيل مشروع وهذا كل شيء سيصبح معناته سهل ومتاح. نعم. وهذا هي الشعبوية بالضبط، والشعبوية من أسسها هي أنها تغري كما قال سي بشير، تغري باش تغري لأن تضلل الشعب، تعمل له تضليل وتخليه يعني يبعد عن النخبة متاعه ويعادي النخبة متاعه، عكس ديكتاتورية راهي ديكتاتورية تروع الشعب، والشعب يولي عنده ثقة في النخبة متاعه لأن النخبة مش تقدم النظام. الشعبوية لا، معكوسة الصورة. نعم.
وهذا هو الخطر. علاش اليوم الخطابة متاع قيس سعيد يلزم فكه؟ وأنا أدعو قناة الزيتونة باش معناتها الأمور هذه تفسرها وتعمل برامج على هذا النظام القاعدي والتاريخ وش أدى، يؤدي لكوم، يؤدي إلى معناتها كيفاش نقول معناتها لكوم القاش معناتها إسقاط المنظومة. نعم، وهذا علاش كل ما يقولوا خذوا مثلا وقت اللي جاء قال على البساطة حتى 500 ومشى برشكلوا البساطة ب 15%، الطماطم 200%، قال ماشي الأسعار ماشي نقص في الأسعار وقفت المواطن، وزيرة التجارة اليوم تخرج تسعير حارة تعظم ولا دينار 980 يعني يقتص على. نعم، لأن هذا الكله مازال الشعب يشوف وكان يعرف منه، لذا كان مش يبقى الأمور على ما هي عليه. وذاك علاش يلزم نعاون ألف مرة القوى الوطنية والشعب عموما، حتى الناس اللي مناصرين قيس سعيد عندهم حق لأنهم داروا على ما قبل 35 وإحنا معاهم في ذلك. أما أنه 25 جويلة ونهزوا نفسنا للكارثة، قل لا، نرجع إلى ما كنا عليه 25 جويلية ونصلح أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدستورية بالحوار اللي متعودنا فيه. نعم، بالآليات الدستورية، بالتحابب، بالود، بالوحدة الوطنية، مش بالسيناريو اللي قاعد تو يمارس فيه قيس سعيد. نعم أستاذ بشير، نعم أستاذ بشير، ربما ما يعيبه البعض على السيد رئيس الجمهورية ولكم أن تؤكدوا تنفون ذلك، في الوقت الذي يتحدث فيه السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد في الكلمة الأخيرة التي عرضناها عن إجرام في حق صفاقسية فيما يخص إلقاء الفضلات، نذكروا ويذكروا أنه السيد مصطفى العروي هذا عين وزيرا للبيئة في حكومة المشيشي وعين طبيعة الحال بموافقة السيد رئيس الجمهورية. الكل يذكر كيف أقيل بعد أقل تقريبا من شهرين اثنين من قبل هشام المشيشي، وفي نفس اليوم 21 من ديسمبر 2020 تم إيداعه السجن في ملف النفايات الإيطالية. يعني هذا المفارقة، يعني في نفس الوقت تحدث رئيس الجمهورية ونحن نصدقه على الأقل فيما يتعلق بقمة الفساد، لكن في نفس الوقت المسؤولين الذين عينهم مدانين بالفساد. خلينا نقدم فيما يخص الحكم المحلي، لأنه ذكرت منذ قليل الباب السابع واعتبرته ثورة أنت في الدستور التونسي على الأقل في باب السلطة المحلية. البعض يراه ثورة كبيرة على ما سبقه من تنظيم السلطات المحلية القائم على التبعية الإدارية والمالية التامة للمركز. سؤالي أستاذ، في فصلين 137 و138 من الجماعات المحلية، في إطار الميزانية المصادق عليها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي وتخضع فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللاحقة، والحال أن أغلب البلدات اليوم تركت بلا موارد ومنعت من ثم من حرية التصرف في الموارد حتى تدهورت قدراتها. يعني شوف شعتوها الدستور وشوف الواقع عن السلطات المحلية، وفي الأخير يتم اتخاذ قرار وتترك السلطات المحلية وجها مع لوجه مع المواطن ومع الفضلات. هو المؤكد ثم سردية خاطئة وقاعدة تترسخ في ذهن المتابع التونسي. يبدو معناتها عند الأغلبية أن التاريخ انطلق يوم 25 جويلية. لا، رئيس الجمهورية يحكم فعليا منذ 2019 أو على الأقل منذ حكومة الياس الفخفاخ 2020. رئيس الجمهورية عنده تو سنتين في الحكم. معناتها بعض العرابي الانقلاب عندما يقولون كيف معناتها نترك الوقت لرئيس الجمهورية، معقول جدا، لكن لابد أن نضع إطار عام
أن رئيس الجمهورية لم يتم انتخابه يوم 25 جويلية 2020 تاريخ الانقلاب، وإنما تم انتخابه منذ سنة 2019 وهو اللي عين عديد الوزراء. ثم في علاقة بالتساؤل متاعك أخ حسين، نعم، متى في علاقة بالسيد العروي وإلى غير ذلك، هي سردية أخرى أسقطت، هذه سردية إحنا الأخيار وأنتم الأشرار. يعني هذا السيد هذا وزير تم اختياره من قبل رئيس الجمهورية، وبعد ذلك ثبت أنه معناتها هناك ملفات فساد، يعني رئيس الجمهورية أخطأ في اختيار رئيس أو وزير الشؤون المحلية. هو سردية من السرديات التي تباعا تسقط، والتي بنى عليها رئيس الجمهورية كل الخطاب متاعه وكل المسار متاعه، بما فيها سردية الشعب يريد التي سقطت يوم 10 أكتوبر، بان بالكاشف أن أكثر من نصف الشعب لا يريد. ثم سردية أيضا إجراءات استثنائية التي أسقطها بنفسه بمرسوم 117، وبان بالكاشف أنها ليست إجراءات استثنائية وإنما انقلاب تم الشروط على الدستور. ثم سردية أن الخارج داعم للإجراءات، معناتها بلاغات الكونغرس الأمريكي والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي ومجموعة السبع الكبار كلها أكدت أن هذه السردية أيضا ساقطة. أيضا ديمقراطية سردية معناتها عدم انتهاك الحقوق والحريات، بان بالكاشف بعد الملاحقات السياسية والتضييق على المدونين وما حدث للإعلامي الحر عامر عياد أن هذا الباب أيضا أكله الحمار. يعني مجموعة فيما يخص يعني فيما يخص الفصلين 137 و138، هل تركت السلطة المحلية للعراء القانون والدستور يعطيه التمويل والتصرف اليوم للعراء ويحطك وجها لوجه مع المواطنين؟ ماذا يراد؟ يراد مواجهة مباشرة بين المواطن والبلدية، يراد تأزيم الوضع، يراد لهذه الصورة صورة أن ترتسم كما ارتسمت صورة سيئة عند الناخب وعند المتابع معناتها للبرلمان، يراد أن ترتسم نفس الصورة السيئة ونفس الصورة القبيحة عند الناخب فيما يتعلق بالمجالس البلدية. هناك إرادة مبيتة للتنكيل بالمجالس البلدية تمهيدا لحل ما حدث لرئيس بلدية المرسى الأستاذ البراوي، يعني مهزلة تاريخية. ممكن المتابعين شافوا الفيديو، يعني كيف أن رئيس البلدية معناتها هارب ومجموعة من الرعاة معناتها وراه وبالسب وبالكلام وبال يعني مظهر معناتها بشع جدا من مستورد معناتها من لا قانون ومن لا دولة. معناتها هذوما احنا يا اخويا حسين احنا نخاطبوا الناخب والمواطن التونسي المشاهد، هذوما اعضاء المجالس البلدية راهم ناس متطوعون في معظمهم تطوعا، فما فقط رؤساء البلديات عندهم منحة شهرية ونعطيك مثلا معطى، مثلا حركة النهضة عند صياغة مجلة الجماعات المحلية كان ضد أن يتم معناتها إسناد منحة لرئيس البلدي، ودعت إلى أن يكون العمل البلدي عمل تطوعي، لكن معناتها المزايدات التي حصلت وضغط الوقت، يعني يوم 6 مايو 2018 يعني الانتخابات قربت، خلت عديد الفاعلين السياسيين، نعم، يتنازلوا على عديد الشروط لتمرير المجلة الجماعات المحلية. نعم أستاذ معطر، يأكد لك أستاذ اليوسفي بعد 3 أشهر فقط سقطت معظم السرديات للأسف الشديد التي يتغنى أو ينادي بها حتى نقول الرئيس مفسروا الحملة التفسيرية متاع سيد رئيس الجمهورية. هذا اليوم فقط محمد العقربي ناشط ومدون في صفاقس صدر فيه حكم بعامين سجن لأنه نشر فيديو ينتقد فيه التدابير الاستثنائية. لم نرى مقاومة للفساد، لم نرى جذبا لكبار اللصوص، فقط متابعة ومتابعات أمنية وعظمها عسكرية كنا أتينا عليها في الحلقات السابقة للمعارضين السياسيين. اليوم هذا نحب نركز على هذا، وعلاش جبدنا موضوع عقارب وبلدية صفاقس، لأنه مهم جدا خاطر
العمل المحلي هو المباشر للمواطن، وذلك يقول لك اذا كان ثم اليوم انسداد افق ان نطمع في سلطه اخرى تكون البديل. هل يراد تعويض هذه المجالس المحليه بممثلي تنسيقيات السيد الرئيس الجمهوريه، ربما استعدادا لمحطات انتخابيه قد تاتي وقد لا تاتي؟ نعم، حبيت نضيف لك حاجه اخرى. منذ حين ثم مدون اخر اسمه شرف الدين ضيف الله او ضيفي او من قصري، وقع اعتقاله لمده سنتين لانه قام عمل ضد الرئيس، وهذا يراه جايني جايينه، وتو قاعد يمشي بانتقال في الصف الثالث والصف الرابع الى غير ذلك. في الاخير اذا كان استتب الوضع وتحل هو في الامور نتاعو، يعني مش يوصل حتى للشخصيه الوطنيه. وذاك علاش كلنا مشاريع كنا في صراح مؤقت تحت سلطه قيس سعيد، في اي وقت يمكن الاعتقال. هذا في خصوص مساله الحريات ومساله كذا اللي هي نعم ضحينا من اجله وقربنا بن علي وذلك. وللاسف الشديد اليوم نلقى روحنا في عشرين في الجبر، خاصة معناتها من حتى 2010. نرجع لك الموضوع بتاعك سيدي بعجالة جوابا عن سؤال. نعم واضح السؤال. اليوم البلديات تمثل حجر عثرة أمام تنزيل مشروع قيس صعيد في التنسيقيات، وهذاك علاش باش يوليو هما في الحنديرة تو مشاقع تعطيل وتلبيسهم معناتها كله تقصير. وبكري سي اليوسفي يحكي كيفاش ان يعني الامكانيات بتاع البلديات محدوده، وكيف ان الميزانيه بتاع كل بلديه حايره فيها، باش يزيد الشح الامور هذه ما تزيد الشح اكثر الواش. وفي نفس الوقت باش نشوفوا في الايام القليله القادمه ان الحشود باش تتحرك ومش تخرج الجمعيات اللي تساعد بن علي، مش تطالب رؤساء البلديات والبلديات بالديكال، ومش يضطر هو باش يحل البلديات ويعمل خصوصية ويعمل معناتها نيابات خصوصيه ولست ادري ماذا، في انتظار حتى يرجع للسلطه التاسيسيه نتاعو، ومش يخرج لنا الدستور الجديد اللي باش يحط به ما عادش حاجتنا بالبلديات، وتخلي المعتمدين هي نفسها عندها مجلس معناتها من مصعد صعيد بالعروشيه وبالفلور، ويوليو غادي. انا نقول المعتمديات هذه شكون مش يطلع في مشروع قيس صعيد؟ هو اللي يبيعوا في الخمر خلصة. نعم. هو اللي عنده عروشيه واللي عنده فلور. ما عادش ناس انه خمر تطلع والتطبيقات، ما عادش لان ما تطلعش ترى. وما عندهاش على كل ما عندهاش إمكانية. هذه هي الشعبوية شني. وبالتالي اليوم احنا ننتظر حاجتين شخصيين، ننتظر حل المسألة القضاء وبدات الصواريخ تعطي فيه، ولا حركة القضاة ما صحهاش على نعرفوش كيفاش. وفما البلديات. البلديات هذا كيف مش تقعد في الحنديرة قاعد توا يعني حتى في معناتها موجات سخط من البلديات باش يبرر حل البلديات. وهذا كيف عمل خلى غذى حالة السخط ضد البرلمان وترديده، وبعد قال هو خطر الداهم ولا الخطر الجاف. نعم. قلنا هذا هو اسلوب قيس سعيد. وان شاء الله نمر من الخطر الداهم والخطر الجاثم الى الحل الدائم للتونسيين ايا كانت انتماءاتهم. شكرا. هذا الترسي هي مهمه وطنيه حارقه. شكرا استاذ عبد الوهاب معطر الوزير الاسبق والناشط السياسي، استاذ بشير اليوسفي الناشط السياسي المتخصص في الحكم المحلي، كما نشكر الاستاذه امنه ابو عزيز كريشان التي كانت معنا رئيس بلديه جرمده، ونعتذر للاستاذ فؤاد بالاشهب رئيس بلديه عقارب الذي لم يتمكن من مواصله النقاش معنا في هذه الحلقه لانقطاع اتصال به، كما نشكركم ساده المشاهدين على حسن متابعتكم. الى اللقاء.